أحسن الله إليك وأتبارك الله. فضيلة الشيخ، ما حكم إحضار الصبيان الذين هم دون التمييز ممن يلبسون الحفائض التي ربما يكون أو غالب ما يكون فيها النجاسة؟ ما حكم إحضارهم للمساجد؟ وإذا حضروا هل يطردون أم لا؟ يعني الإحضار ما هو مطلوب، يعني صغير ما هو ماشي. لا، هو يكون دون التمييز في الرابعة الثالثة. أي نعم، يكون في الثالثة في الرابعة، نقص شوي بعد. لا يكون شيخ. على كل حال، إحضار الصبيان للمساجد لا بأس به ما لم يكن منهم أذية، فإن كان منهم أذية فإنهم يمنعون، ولكن كيفية منعهم أن نتصل بأولياء أمورهم ونقول أطفالكم يشوشون علينا، يؤذوننا وما أشبه ذلك. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاته يريد أن يطيل فيها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته مخافة أن تفتتن الأم، وهذه تدل على أن الصبيان يجلون في المساجد. لكن كما قلنا، إذا حصل منهم أذية فإنهم يمنعون عن طريق من؟ عن طريق أولياء أمورهم، لأن لا يحصل فتنة. لأنك لو طردت صبية له 7 سنوات يؤذي المسجد وطردته، سيقوم عنك أبوه، سيقوم عليك أبوه، لأن الناس الآن غالبهم ليس عندهم عدل ولا إنصاف، ويتكلم معك وربما يحصل عداوة وبغضاء. فعلاج المسألة هو أن نمنعهم عن طريق آبائهم حتى لا يحصل بذلك فتنة. ما مسألة إحضاره ليس الأفضل إحضاره، لكن قد تضطر الأم إلى إحضاره لأنه ليس في البيت أحد، وهي تحب أن تحضر الدرس، تحب أن تحضر قيام رمضان وما أشبه ذلك. الأب ما هم محضر إنسان على حفائض، أبدا لا تفكر. لا يحضرون، عندنا موجود. الله ما أدري. يعني على كل حال، إذا كان في أذية أو كان أبوه مثلا يشوش في صلاته بناء على محافظة الولد لا يأتي به. ثم إذا كان صغير عليه الحفائض ما هو مستفيد من الحضور. أما من كان 7 سنوات فأكثر ممن أمرنا أن نمرهم بالصلاة فهم يستفيدون من حضور المساجد. لكن يعني ما تقدر تحكم على كل أحد، قد يكون إنسان هذا أم الولد من موجودة ميتة أو ذهبت إلى شغل لا بد منه وليس في البيت أحد، فهو الآن بين أمرين، إما أن يترك صلاة الجماعة ويعقد مع صبيه وإما أن يأتي به، فيرجح ينظر الأرجح. ما قال بعض المشايخ هذا؟ نعم، المناقشة ترى ما هو معناه يكون السؤال كله لك. نعم.